بسم الله الرحمن الرحيم. We are Let live. me check. Yes, we are live now. أهلا وسهلا فيكم جميعا ومساء الخير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي، كل يوم الساعة 8:30 كما عودناكم. اليوم حيكون عندنا موضوع مهم جدا 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 جدا، وهذا الموضوع أثر على ناس، يعني يمكن نحكي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، لأنه موضوع الاقتصاد هو من أهم المواضيع اللي تأثرنا فيها في الزمن الحالي خلال الجائحة التي نعيشها جميعاً. موضوعنا اليوم سيكون بطريقة مختلفة شوية، سنقوم بوضع بعض الحلول أو بعض المقترحات لكم عن التفكير الاقتصادي وقت الأزمات. أنا وزميلي الأستاذ زياد طارق رشيد نرحب بكم في هذه الحلقة، وحابب أرحب بضيفي الكريمين اللذان سيكونان معنا اليوم في هذا اللقاء. طبعا أشكر لهما أول إشي إعطائنا هذا الوقت الثمين خلال هذه الفترة لمساعدة الجالية العربية في المهجر بشكل عام وفي الوطن العربي أيضا، لإعطائهم بعض النصائح التي قد يستفيدون منها. أولا أبدأ بالمستشار الاقتصادي ومستشار الاستثمار وتوظيف الأموال السيد محمد عمارة. السيد محمد عمارة اللي ما بعرفه هو أشهر من نار على علم في منطقة الجي تي اي أو تورونتو الكبرى، له كتير فيديوهات على الإنترنت بيساعد الناس، دائما بيحاول يعمل يفتح الناس لتفكير اقتصادي جديد، لطرق استثمار جديدة، توظيف أموالهم. فنشكر اليوم على حضوره معنا. أيضا برحب بصديقنا ويليام بشارات. ويليام هو مستشار في قطاع السياحة وقطاع الطيران، عمل لدى إير كندا لمدة 30 سنة قبل ما يتقاعد، مع أنه مبين عليه لسه شاب. كان رئيسا للنادي الأردني في مدينة تورونتو لعدة أعوام، وأيضا رئيسا للنادي العربي في مدينة تورونتو اي ثينك لعامين. فهو ناشط في الجالية العربية ايضا، ومن الناس اللي اعطونا وقتهم اليوم لاعطائنا بعض النصائح عن هذا المجال. فاهلا وسهلا بكما، واترك الميكروفون لصديقي واخي وعزيزي زياد. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأحبة، مساء الخير لكل من انضموا إلينا في هذه الليلة، وتحية خاصة لضيفينا الكريمين اللذين شرفانا في هذا اللقاء بهذه الأمسية، تحية للأستاذ جمال عمارة وتحية للأستاذ ويليام شارات. سيد محمد عمارة، آسف أن أقول جمال عمارة، أعذرني، السيد محمد عمارة والسيد ويليام شارات. سيد محمد، بداية كما تعرف حضرتك أنه العالم حاليا يسير نحو هاوية لا نعرف أين ستنتهي، يعني بسبب جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية حاليا تتفاقم بشكل سريع جدا، ولا ندري أين تتجه الأمور. الاقتصاد شبه مشلول، الحياة شبه متوقفة في الكثير من دول في كثير من دول العالم، ومنها عندنا هنا في كندا. فبرأيك الآن كيف على المستوى الشخصي، يعني نحن كلنا نعاني وكلنا فقدنا وظائفنا، الآن الكثير من الناس يعملون من البيوت، الحمد لله هنالك مساعدات حكومية تأتي لبعض الناس الذين فقدوا وظائفهم، لكن على صعيد الاقتصاد الشخصي واقتصاد البلد كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الأزمة؟ كيف نستطيع أن نتكيف بحيث نبقى على مستوى ولو معقول يبقينا من غير أن نتأثر بشكل جذري جدا وتنهار حياتنا مثل ما قد ينهار الاقتصاد مستقبلا؟ أوكي، طيب خليني أبدأ ب يعني موضوع انهيار الاقتصاد. قبل ما نتكلم بشكل شخصي بس نحدد شوية المفهوم في موضوع أو بيحصل حاليا في موضوع الاقتصاد. أول حاجة، هو اللي بيحصل النهاردة يعني حاجة غير مسبوقة.
الجائحة، ولم يحدث قبل كده في التاريخ إن حصل جائحة أثرت بشكل مباشر، التأثير المباشر دوت على الاقتصاد. كلنا عارفين حصل شات داون للاقتصاد، او زي ما بعض الناس بيسموها كوما، انديوس كوما، يعني ان هو بشكل متعمد الحكومات قفلت الاقتصاد علشان تحمي البشر وتحمي المواطنين في كل دول من دول العالم من الاثار بتاعت الاقتصاد. تداعيات الموضوع يعني زي ما بيقولوا احنا ما شفناش لسه اخر الموضوع، ولكن في اكتر من سيناريو مطروح. ولما نتكلم على الاقتصاد على مستوى العالم بينهار او بيحصل فيه نوع من الركود، ففي اكتر زي ما قلنا في ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاولاني ان هو بيسموه مايلد ريسيشن، او في مودريت وفي ديب. فقد ايه الاقتصاد هيحصل له نوع من الشلل، وده بيتوقف على كم في المية من القطاعات الاقتصادية بشكل عام هتقف ولمدة قد ايه. فهو it's how deep and how long. فالثلاث سيناريوهات بتتراوح ما بين ان التأثير هيكون لمدة حوالي 12 اسبوع، ده اللي هو اكثر السيناريوهات تفاؤلا، ل 39 اسبوع. 39 اسبوع اللي هو اسوأها انتل لغايه ما هم يقدروا يلاقوا علاج، وليس فاكسين، علاج للجائحه دي، ويبتدي الاقتصاد يتحرك بعد كده. هو بس ده عشان ادي الرينج اللي بيتحرك فيه الموضوع. فالرينج ده بيقول لك ان هو ممكن يتاثر على النمو الاقتصادي بالسلب من اول دروب 10% لغاية دروب ممكن يوصل 30%. طيب عذرا على المقاطعة، الآن أنت قلت إلى حد 39 أسبوع ممكن الاقتصاد يتحمل ويبقى واقف إلى حد ما، والانخفاض يصير بين 10 إلى 30%. ماذا لو استمر أكثر من 39 أسبوع ومشى الموضوع إلى حد نهاية هاي السنة ودخلنا بالسنة الأخرى؟ ما هو 39 أسبوع يعني تقريبا لغاية نهاية السنة، هي السنة فيها 52 أسبوع. نعم. فأنت بتتكلم لغاية 9 يعني 40 على 14 10 شهور. فأنت بتتكلم على بداية الربيع اللي جاي. رئيس وزراء أونتاريو داك فورد وتوقع أن الموضوع قد يستمر 18 شهرا أخرى إلى سنتين. ماذا سيحدث لو لا استمر الأمر سنتين؟ هو شوف، احنا في توقعات كتيرة جدا وكل واحد بيطلع برأي، بس أنا الدراسات اللي عندي بتقول من الناحية النظرية أحب أعرف. من الناحية النظرية انت متخيل ان هو معنى ان في سنتين محدش قدر، مفيش اي سيناريو اتحط يقدر يقول بعد لو في الاقتصاد حصل حالة الشلل دي لمدة سنتين ايه اللي ممكن يحصل؟ ده يعني ده بعيد عن تصور اذهان ناس كتيرة. هتبقى شبيهة بالكساد الكبير اللي حصل في اواخر العشرينات من القرن الماضي، الفترة الهناء الكساد اللي هو الجريت ديبريشن ده، قعد حوالي يمكن 7 سنين ما بين بيطلع وينزل ويطلع وينزل. ف 2 years بيبقى تقريبا قريب من اللي حصل في 2008 2009. يعني ده يعني السنتين دوت اللي هو احنا بنحكي كفتره زمنيه. نعم. تقريبا مقارب لان هو اللي حصل بدايه الريسيشن في 2008 حصل في الفول بتاع 2008 اذا الذاكره تسعفني، يعني انا مش متذكر بالظبط تحديدا. وانتهى هنا في كندا، انتهى في شهر جولاي 2009، بس معظم الاقتصادات العالميه قعدت لغايه 2010. فانت بتبص على سيناريو شبيه للسيناريو بتاع 2008 2009، لكن اللي بيقولوه ان هو الدامج او الضرر هيبقى ايفن اعمق.
يعني الفكرة إن هو مش هياخد الفترة الطويلة، هو هيبقى الموضوع مور ديب، لأن مفيش الاقتصاد مش بيتحرك خالص. طيب في اب سايد وداون سايد للموضوع. طبعا الداون سايد ان زي ما قلنا هيبقى اعمق من او الشلل الاقتصادي هيبقى اعمق من اللي حصل في 2008 2009، ولكن الاب سايد ان فاندمنتالي، بمعنى ان الاساسيات الاقتصاد اصلا سليمه، مفيش فيها مشاكل جذريه زي اللي حصل في مشكله الديون في 2008 او كده. الحاجه الثانيه مقارنه بالكساد الكبير في اواخر العشرينات كان ان الحكومات ما اتدخلتش. دلوقتي كل الحكومات جلوبالي بيتدخلوا وبيعملوا خطط لتحفيز الاقتصاد، بيقترضوا عشان يعملوا اعانات، وحتى بيطبعوا فلوس عشان يعملوا اعانات. فده على المستوى العام، عشان بس نبقى احنا متصورين المناخ العام اللي احنا بنتحرك فيه. ما انا مش بقول ان هو حلو او وحش، انا بقول ان هو ده السيناريو، ان انت عندك مجموعه سيناريوهات احلاها ان انت عندك ريسيشن وعندك انكماش الاقتصاد في حدود 10%، واسواها في حدود 30%. ده دي الـ 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 ده الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طيب على المستوى الشخصي، الحقيقه في يعني كل شخص او كل خلينا نقول مجموعه يعني مجموعه من الاشخاص، او يعني تمثل مهنه معينه او طائفه معينه، بيبقى ليهم وضع مختلف. اكيد اكتر ناس هيتضروا او اتضروا فعلا هم الناس اللي هم بيشتغلوا في الكاجوال جوبز، اللي شغالين في المحلات، اللي شغالين في الكونستراكشن، اللي شغالين التريدز بشكل عام، اكتر ناس متاثرين. طيب ايه الحلول؟ الحلول برضو بيختلف كل واحد على حسب وضعه الاقتصادي او وضعه المالي كشخص. هل هو عنده مدخرات؟ هل هو عنده اي انفستمنت يقدر يسيلها او حاجه زي كده؟ وبعدين يبتدي كل شخص يشوف اللي انا هعمله بحيث ان انا اضغط المصاريف بقدر الامكان. طبعا الحكومه هنا في كندا الحقيقه الباكجز اللي عملتها كانت برو اكتيف وريلي جود، بس اتس نوت غانا بي انف. ان هو السي اي ار بي اللي هي الاعانه اللي هي ال 2000 دولار دولت، كويس لو الموضوع استمر اسبوعين ثلاثه، ممكن تساعد شويه، بس هل هتستمر؟ هل هيرجعوا يجددوها؟ الشخص ممكن يرجع يقدم مره ثانيه؟ لسه الامور مش واضحه، لان هي نفس الحكومه هنا وكل الحكومات بيتعاملوا مع الموقف داي باي داي، زي ما بيتطور. فاذا احنا كاشخاص، في الشخص اللي هو الموظف اللي زي ما قلت ان هو مثلا شغال من البيت او مازال اون ذا باي رول، يعني بيزيكلي ريكومنديشن الاساسيه ان يعني حاول تضغط مصاريفك باكبر قدر ممكن. احنا حنيجي على النصائح، هلا، بس والموضوع طبعا تبع الاعانه الحكوميه اللي قدمتها كندا، يعني تعتبر يمكن من الاعانات اللي ممتازه والخطط الاقتصاديه حنحكي عنها. انا بدي اسال الاستاذ ويليام الان سؤال عن قطاع السياحه والطيران. بما أنك عملت مدة طويلة في هذا القطاع ولك خبرة طويلة في موضوع الطيران والسياحة، أنا يعني من توقعاتي أنه هذا القطاع من برضو القطاعات الكبيرة اللي تأثرت اقتصاديا ويمكن دمر، خاصة إحنا في العشر سنوات الماضية تطور هذا القطاع تطور كبير، صار السفر من أسهل الأمور اللي بتصير، صار الناس يسافر، يعني كان زمان الرحلات تكون داخلية معظمها أو في البر، الآن لا، صارت الرحلات الخارجية الطيران صارت سهلة.
فحدثنا عن هذا القطاع، وإذا بدك تحكي برضو عن موضوع التأثر لهذا القطاع. تفضل أستاذ مريم. إير كندا تعتبر من كبرى الشركات الكندية اللي بتدخل موارد كبيرة لميزانية الحكومة الكندية، من إما من التاكسز أو من الإيجارات واللاندينج فيز للمطارات. إير كندا في عندها 230 رحلة يومية متوزع على بين كندا واليونايتد ستيتس وطبعا عالميا، وهم عضو فعال او عضو مؤسس من الستار الاينس اللي هي من اكبر المنظمات اللي جمعت شركات الطيران لتتعاون مع بعض في التسويق وفي اداره الرحلات. اير كندا عندها 348 طائره من عده انواع، بيحملوا حوالي 48 مليون راكب سنويا، هذا احصائيات السنه الماضيه، والريفينيو عندهم 20 بليون دولار بالسنه ريفينيو، و30 الف موظف. فهذا الحكي كله طبعا بينعكس على اللي صار بالنسبه لازمه الكورونا فيروس، منها الموظفين، كثير من الموظفين خسروا أشغالهم طبعا مؤقتا عبين لا يرجع الوضع طبيعي. 90% من موظفين إير كندا أعطوهم إعفاء مؤقت عن العمل، ما ضل إلا حوالي 10% من الموظفين، يعني حوالي 3000 موظف بس بيحاولوا يديروا الشركة لا 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 شيء يناسب الوضع الحالي. لما حكينا هالمبالغ هاي الكبيرة، يعني كندا بتأثر على خزينة الدولة، بتأثر على 30 ألف موظف اللي بيشتغلوا معاها، زائد اللي بسموهم extended employees، يعني اللي هم موظفين المطار التانيين، من مطاعم لعمال نظافة للسكيورتي لكل الخدمات التانية، اللي كلها بتعتمد على نجاح ونشاط إير كندا. فهذا الحكي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكندي، وإحنا بنتمنى إنه كل شيء يعود لمجاري، وإن شاء الله إنه الشركة بتطلع من هالأزمة هاي بخير. قطاع السياحة بالذات أو قطاع الطيران بالذات بتألف من ثلاث أجزاء، اللي هي نوع المسافرين أو نوع المورد الدخل اللي بيجي لشركات الطيران. المسافرين أول شيء نوع السائح، والثاني هو البزنس مان رجع عمال. المورد الثاني الكبير لشركات الطيران اللي هو الشحن. إير كندا السنة الماضية شحنت 150 ألف طن من عدة أشياء من وإلى كندا، من كندا لبرا وإلى كندا جاي من برا. هذا كان مورد كبير بالنسبة لشركة الطيران. شركات الطيران الكبيرة زي إير كندا، هذا من أكبر 25 شركة طيران بالعالم، يعني من أول 25 شركة طيران بالنسبة، طبعاً أنا بحكي للريفينيو ولعدد الركاب. فاللي بيصير إنه حاولوا كمان يمددوا مجال العمل تبعهم، فصاروا يعتنوا بالصيانة وبالتدريب، يعني صاروا يعملوا سنة لشركات طيران أخرى، وصاروا يعنوا بتدريب كل الاير كرو كانوا فين، أو إذا كانوا مضيفين، أو إذا كانوا من أي شيء بتعلق بالطيران. اير كندا في عندها مدرسة خاصة لتعليم أول إشي موظفينها، وثاني إشي شركات تانية أصغر منها ما عندهم الوسائل إنهم يدربوا موظفينهم، فبيجوا بتدربوا عند إير كندا، وهذا دخل جديد لإير كندا ودخل طبعا منيح.
وزي ما قلت لك كمان المينتيننس شغلة أنه يعملوا صيانة لشركات الطيران صغيرة ما عندهاش الكفاءات أو ما عندهاش القدرة أنه تعمل مينتيننس لطياراتها. فإير كندا فالمجالات كبيرة بإير كندا داخلة بعدة مجالات، وهذا كله طبعا أثر. اللي صار بشغلة الكورونا أول إشي تأثر هو شغلة السياحة والطيران، يعني انخفض عدد الركاب ل أظن أنه 10% من عدد الركاب الإجمالي، نزل 90%، زائد أنه أي شيء يتعلق بالمينتيننس أو بالتدريب أو بأي دخل ثاني ما في منه أي مدخول هلأ بالوقت الحاضر. بالنسبة للشحن الكارغو كمان نفس الإشي، بما أنه كل الشركات سكرت وعطلت وما ظل في ناس يعملوا برودكشن، فكمان شغلة الشحن انقطعت كليا. هذا بنرجع نحكي أنه بيأثر كله على دخل الحكومة الكندية، بيأثر على دخل المواطن الكندي، لأنه إذا بتطلع يعني في إحصائية بتحكي أنه إير كندا بوجودها بإسرائيل كلمة بورت أنه بعموا بالبلاد الكندي حتى بالإقتصاد وبالعالم أي دولة دين الشكل كبير. أكيد الاقتصاد بشكل عام إير كندا كبير، خسارة إير كندا وإير كندا. حنرجع للموضوع. أنا بس بدي أوضح نقطة هون، إنه إير كندا اللي تكلم عنها الأستاذ ويليام هي من أكبر الشركات الموجودة في كندا، ومع ذلك في يوجد شركات أخرى للطيران، البورتر، ويست جيت، اير ترانزيت، اي ثينك سان وينجز، وبيشتغلوا هم بالسياحه وبالطيران. بس حبيت اوضح هاي النقطه. نعم، انتقل الان بالسؤال الى الاستاذ محمد. عماره، مثل ما تعرف حضرتك أستاذ محمد أن الحكومة الكندية لديها الكثير من البرامج الاقتصادية والاستثمارية، سواء على الصعيد الفيدرالي أو على صعيد حكومات المقاطعات وعلى صعيد البنوك، وهذه البرامج ممكن أن يعرفون عنها الناس ممكن ما يعرفون. لكن السؤال حاليا في ظل جائحة كورونا وفي ظل هذا التغير الاقتصادي والانهيار الاقتصادي، هل هنالك برامج تم استحداثها مؤخرا من طرف الحكومة الكندية لمساعدة الناس على تجاوز هذه المحنة؟ ما هو حاليا زي ما قلنا في CERB اللي هي كندا Emergency Response Budget، اللي هي للناس تركوا أعمالهم أو بيشتغلوا حتى بار تايم، I think أقل من 10 ساعات أو في الأسبوع أو حاجة زي كده، they apply for this وبيطلع لهم one time مرة واحدة $2,000. لا، أربع مرات. الخطة أربع مرات صح؟ لازم he has to renew كل مرة. لازم تجدد أربع لمدة أربع مرات وبعدين yeah. ما نعرف وراء yeah. اللي راح يصير. Yeah. نعم. فطبعا لازم يكون الشخص عمل، ودي نقطة مهمة لأن في ناس كتير ما عرفهاش، لازم يكون الشخص السنة اللي قبليها عامل أو فايلد الضرائب بتاعته إن هو عامل دخل أقل شيء أظن $6,000. $5,000. فلو شخص كان عامل دخل أيا كان نوع بقى الدخل، سيلف إمبلويد فول تايم كده وعمل الضرائب بتاعته وهو عامل السنة اللي فاتت، المبلغ دوت بيطلع له $2,000 وبعدين يرجع يجدد وبعدين يرجع يجدد. رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أعلن اليوم أن توسعة جديدة لخطة CERB، وقال أن الأشخاص الذين يعملون $1,000 أو أقل سيكون من حقهم أيضا
أن يقدموا على برنامج الـ CERB. السؤال هنا الآن، مثلما تعرف أن هنالك الكثير من الناس هم على برنامج الرعاية الاجتماعية اللي هو الـ Aid Social أو الـ Social Assistance أو الـ بأونتاريو يسموه الـ Ontario Works. هل هؤلاء الأشخاص سيكونوا بمقدورهم أن يقدموا على الـ CERB باعتبار أنهم يعملون أقل من $1,000 شهرياً؟ ما هي الـ ديت لسه is not clear، هي لسه معلنة النهاردة، ما لسه مش عارفين الـ نعم الـ لكن من الناحية الاقتصادية أو من الناحية العلمية حسب درايتك بالقانون، هل يحق لهؤلاء الأشخاص؟ لأنه أنا سمعت بعض الأسئلة ما أقدرش أحكم على حاجة زي كده، هم القوانين كلها بتستحدث وإحنا as we go. نعم. What I know for sure إن هو لو حد على الـ AI ما ينفعش ياخد الـ CERB. لكن ترودو قال لو الـ AI انتهى من جانيوري ممكن يقدم الآن على لا ما هو ما ينفعش يجمع ما بين الاثنين. ايوه يعني هو لو هو بياخد اي اي دلوقتي ما ينفعش ياخد الـ CERB، لو كان بطل ياخد اي اي يبقى ممكن ياخد الـ CERB، انما الـ $1,000 الجديده دي this is يعني very fresh لغايه ما نشوف الامبليكيشنز. هو اللي بيحصل ان هو بيقول الكلام دوت وبعدين بيبعتوا زي ما سميه احنا عندنا الشرح المذكره التفصيليه للسي ار اي، والسي ار اي هم اللي بيبتدوا يتحركوا بناء عليه. نعم. طيب عدا برنامج سي اي ار بي وعدا برنامج السبسيدي اللي هو برنامج الدعم لرؤساء لرجال الاعمال حتى يدفعون اجور موظفيهم اللي كانوا يعملون معهم، هل استحدثت اي برامج اخرى نحن لم نسمع بها لحد الان على صعيد الاستثمار؟ في 40,000 بالنسبه للبزنس اونرز، في البرنامج بتاع اللي هو الانترست فري لون 40,000 بس ما برضو ما ينفعش يجمع ما بين الاثنين. ايوه ما ينفعش يجمع ما بين السبسيديز بتاعه الامبلويمنت اللي هي 75% وفي نفس الوقت ال 40,000 دي. اوكي جمال، انا بدي اسال الاستاذ ويليام سؤال مره ثانيه. كم تتوقع استاذ ويليام قطاع السياحه والطيران كم تتوقع أنه هاي المدة تطول؟ هل سيتعافى قبل نهاية الفيروس، قبل ما نرجع للحياة الطبيعية؟ هل سيقوم قطاع السياحة والطيران باستحداث شيء جديد، أم تتوقع أنه سيستمر مع باقي الدول أو باقي القطاعات سيتأثر بنفس الطريقة؟ هل هناك يعني بوادر للتعافي لهذا القطاع؟ بالنسبة للطيران أنا بتوقع أنه هلأ بدأ تدريجيا أنه صار في عنده شوية حركة وتعافي للموضوع، لأنه بالأخير الناس خاصة رجال الأعمال زي متسافر والشركات اللي معظم شركات الطيران بتعتمد عليه لدرجة كبيرة دخلها، الشحن كمان لازم يمشي، الشركات رح المصانع رح ترجع تشتغل والشحن لازم يتنشط بطريقة أنه الاتصال بين الدول بين العالم بين المصانع بين الشركات ما رح يظلوا متوقف أكثر. ما بعرف يعني أنا بتوقعي ممكن هل تصاعديا تدن لنص ماء أو آخر ماء وبعدين بنطلق بنشاط أكبر. بالنسبة للسياحة، السياحة بتختلف، يعني اللي بيصير إنه إحنا طبعاً عندنا سياحة داخلية وسياحة خارجية. السياحة الداخلية الناس اللي بيجوا من بريت كندا وبيجوا بزوروا المواقع السياحية بكندا زي نياغرا فولز أو كيبيك سيتي أو أشياء كبيرة، أشياء كتير بكندا بتقدر يعني تشوفوا بيقدروا ينشطوا السياحة، بس هذا بالوقت الحاضر I think هو أقل ما بهم المواطن اللي يعني متأثر شوي دخله واللي خايف من شغلة العدوى. نفس الإشي السياحة الخارجية، يعني اللي موجود هنا ما راح يطلع على أوروبا سياحة إلا إذا كانوا
طبعا انت بتعرف كندا مبنيه على المهاجرين، والمهاجرين لهم علاقات قويه مع بلادهم الاصليه، واي ثينك هذا بيصير تدريجيا يتنشط. بس سياحه كسياحه بمعنى كلمه سياحه اي ثينك انه راح ياخذ وقت طويل قبل لا يرجع الى صحته ويرجع يحاول يعني يزيد من دخل شركات الطيران او حتى شركات السياحه بالذات. على فكره بس حبيت احكي لك، انت جبت قصه اير ترانزات، اير ترانزات اير كندا اشترت اير ترانزات قبل شهرين وصارت صارت بارت اير كندا. طبعا في حوالي 12 شركه طيران بكندا، ومنهم بيعتمد كليا على السياحه، وفي منهم بيعتمد كليا على الكارغو او الشحن. بس طبعا بالنسبه بالبزنس ككل، اير كندا عندها 60% من البزنس بكندا، وكل الشركات الكنديه عندها 40% من ذا ريست اوف بزنس. هذا بالنسبه للسياحه وللطيران. يعني انا يعني بحس انه الطيران يتسارع وراح يعيد نشاطه ويعيد صحته اسرع من قطاع السياحه. قطاع السياحه راح يتاخر شويه لعده عوامل زي ما حكيت قبل شوي، اللي هي العوامل الماديه وعوامل الخوف من انتشار الوباء او نقل العدوى واشياء زي هيك. نعم، نرجع للجانب الاقتصادي الآن، وأتوجه بالسؤال مرة أخرى إلى الأستاذ محمد عمارة. أستاذ محمد، لا سمح الله، إحنا الآن أمام جائحة وهنالك خوف كثير من الإصابة، وخوف أكبر طبعا من الوفاة، خاصة بالنسبة لكبار السن باعتبارهم الأشخاص الأكثر تعرضا لهذا الأمر. وبنشوف حاليا أنه الكثير من أماكن دور رعاية المسنين تشهد حالات وفيات بالعشرات، وهو أمر مرعب. الآن هل هنا كيف ستستفيد العائلة، أو ما هو نوع التعويض الذي سيقدم للعائلة في حال وفاة أحد أفرادها بمرض كوفيد 19 أو الكورونا؟ يعني هل هنالك فقط التأمين على الحياة، أم هنالك برامج أخرى للدعم المالي لذوي المتوفى أو ورثة المتوفى؟ والله هو الحقيقة برا التأمين على الحياة للشخص بيعمله لحاله أو إذا كان موظف في الشركة، مفيش أي حاجة حكومية بتقدمها غير CPP اللي هو Canada Pension Plan في حالة إن المؤمن أو اللي هو عضو Canada Pension Plan توفى، الورثة بيطلع لهم $2,500 ودول بيبقوا تاكسبل على الورثة. يعني إذا شخص موظف أو يعني عنده CPP وتوفى، فالحكومة بتدفع من CPP ده، بتدفع لزوجته أو لأولاده $2,500 للمساعدة في تكاليف الدفن أو الجنازة أو كده. تدفع مرة واحدة هذه؟ مرة واحدة، دي مرة واحدة للدفن بس. بس that's it. ولم يعلنوا حتى هذه اللحظة أي حاجة خاصة بالكوفيد 19، ما فيش أي حاجة تم الإعلان عنها، وما زال هو دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي هي مضمونة هي اللايف انشورنس. وأنا في قريت مقالة بيقول لك ان اكبر نسبه او اكبر عدد من الوصيه تقريبا في تاريخ كندا حصلت في الفتره اللي فاتت، في اقبال غير عادي من الكنديين ان هم يعملوا وصيه. طيب احنا نعرف حاليا استاذ محمد ان البلد يمر بجائحه وان هنالك مخاوف وقلق، لكن هل ترى أي جوانب إيجابية خلفتها أزمة كورونا من ناحية الاستثمار المادي؟ 100% أنا دايماً في أي حاجة ببص على الجوانب الإيجابية، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى
السيلف ديفلوبمنت او على المستوى السوشيال يعني. لو عايز نتكلم في موضوع نتكلم ساعات، بس احنا بنتكلم على الجانب الاقتصادي. فانا شايف ان اول حاجه على المستوى الشخصي علي انا شخصيا وعلى اصحابي، فطبعا اكشلي انت بتلاقي نفسك ان في حاجات كثيره جدا بتصرفها ما بتصرفهاش دلوقتي، وحياتك الحقيقه ما تاثرتش. ترى في 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 عفوا في نظريه بتحكي انه المؤامره هذا الفيروس معمول من المراه عشان تزيد مشتريات اوفر انترنت. فانا يعني ضد نظريتك، هذه الناس بطلت تشتري هلا، كله صار على الانترنت سهل. ماشي على ما هو بص هو ما هو بص هو في طبعا في نوع من الاقتصاد التحويلي يعني في حصل شيفت، لكن احنا بنتكلم بشكل عام. انا واحد من الناس كنت بطلع كتير، بطلت اطلع. طيب ما انا بطلت اصرف، وإذا استمر الموضوع على شوية شوية هروح المكتب بالبيجامة. لكن من ناحية أخرى أستاذ محمد، إحنا شايفين الآن شركة أمازون حاليا أعلنت إعلان جديد، قدمت عن توظيف 75 وظيفة شاغرة جديدة للتوصيل والشحن وما إلى ذلك. شركات الشحن مثل أمازون تزدهر ازدهار كبير جدا الان، وهذا يعزز الجمال. السهم بتاع امازون النهارده اول تايم هاي. ايوه السهم بتاع امازون النهارده اول تايم هاي. فذاتس ده اكيد ما عشان كده بقول لك هيحصل نوع من الاقتصاد التحويلي. ولكن انا بتكلم بشكل عام احنا كاشخاص كمحمد وويليام وزياد، احنا كاشخاص اول حاجه هنلاقي ان احنا اتس ا جود تايم ان احنا تو ريسيت، نقعد كده كل واحد مع نفسه ويشوف ايه اللي انا ممكن اعمله، ايه اللي انا ممكن هاو تو امبروف ماي سيتويشن. الحاجه الاولانيه ان في حاجات كتير ممكن نصرفها ممكن ان احنا نستغنى عنها. الحاجه الثانيه ان هو يعني ازاي نقدر استفيد بالوضع الحالي كشخص. هل انا ممكن اتعلم حاجه جديده، اقرا كتاب جديد، ابص الدنيا هتمشي ازاي؟ ديفينتلي 100% الدنيا مش هتبقى زي ما كانت يعني، ده اكيد. هيحصل تغييرات جذريه في الاقتصاد وفي اسلوب اداء البيزنس. انا مش متخيل مثلا، وابسط مثال شركه اكس واي زي، ايا كانت الشركه، معينه 100 موظف و100 موظف كل يوم بيروحوا الشغل، ينزلوا داون تاون تورنتو ومأجرين مكتب في داون تاون تورنتو بيدفعوا $50,000 في السنه، وحصل كورونا والشغل زي ما هو او اتاثر بنسبه 30% والناس كلها قاعده في بيوتها بتشتغل من بيوتها. هل تتصور ان اصحاب الشركه او المساهمين او المديرين بعد ما يخلص كورونا هيرجعوا البيزنس تاني وياخدوا نفس المساحة ويعينوا نفس الأشخاص؟ ديفينتلي لا. يا إما هيقللوا العمالة، يا إما هيقولوا خلاص 50% من الأشخاص هيقعدوا في البيت و 50% هيداوموا، نقلل الإيجار وده هيقلل كمان استهلاك السيارات والبنزين و و و فالدورة الاقتصادية كلها شكلها هيتغير. هيصير تغير بعد الكورونا. ممكن أكمل على الموضوع؟ تفضل وليد. ممكن أعلق على الموضوع؟ تفضل. من خبرتي أنا قبل 4 أبناء، 3 بنات وشاب، اللي بشوفه اللي يعني آخر 5 سنين بالموضوع، إنه هدول بالجيل اللي تحت 30 أو تحت 35 بتعاملوا بالكاش أبداً، يعني ما بتلاقي ما كل معاملتهم أما في بطاقة ائتمان أو بديبت كارد أو اللي هو. فمن النادر انه تلاقي معاهم كاش، واي ثينك انه هلا رح هذه الشغله تزيد، انه الناس اغلبيتها رح تتعامل ببطاقات الائتمان او الديبت كارد او اللي هو، ويبطلوا يتبوا الكاش. انا هذا اندستري ثاني اللي هي طباعه الاوراق الماليه وكل هالاشياء هاي، زائد انه مسك الفلوس بالايدين
كله هذا تغير. بالنسبة للفرق بين أنه يكون في متجر ببلازا أو بمول، أو أنه الناس تتعامل مع شركات زي أمازون أو أي شيء أونلاين، نفس الشيء برجع بحكي إن 5 سنين للآن بشوف إنه الشباب كلها تتعامل مع شركات لاينز زي أمازون، كاسكو، وولمارت، وكل الشركات اللي بتتعامل بالمواد الاستهلاكية صار عندها أونلاين، والشباب كلها عمالة تتعامل أونلاين. يعني أنا البيت عندي ما شاء الله كل يوم والتاني بشوف 2-3 بارسلز جايين، طبعا different لناس مختلفين من ابنائي، بس هو هذا الواقع. اي ثينك هذا كمان راح يزيد، انه الناس راح تزيد تشتري اونلاين، والناس راح تزيد تتعامل في بطاقه ائتمان او في الديبت كارد او اي شيء، او حتى ماني ترانسفير، اي ترانسفير، الكترونيك ترانسفير، ويبطلوا يتعاملوا بالنقد زي ما احنا او جيلي انا بالذات قديش كان يتعامل بالنقد. هاي ملاحظة شفتها عمالها بتزيد الآن، وآي ثينك إنه ما رح نرجع لها، ما رح نرجع زي ما كنا أول، رح تزيد ورح يصير في عليها سباق من ماركتينج ومن شركات زي ما حكيت الشركات الاستهلاكية، رح يصير عليها سباق كبير على هاي الناحية، إنه بطلوا يتعاملوا بالنقد وصار كل إشي أونلاين أو أغلبية هذا. حيصير تغيرات، يدفعوا أجرات غالية في الملاك. already ده already موجود. يعني هو أصلاً أنا مش فاكر آخر مرة كان معايا كاش إمتى. I really can't remember that. هو اللي هيحصل أكتر من كده إن حتى البلاستيك هيختفي. يعني النهاردة حتى تلفون. And that's not only اللي أنا بقصده، هو الفكرة إن الإيكونومي كله هيتغير، أوكي؟ فأنا كشخص المفروض إن أنا أشوف أنا واقف فين، إيه الترند اللي أنا ممكن أتحرك معاه. هل حتى من أبسط حاجة لأكبر حاجة، يعني الشخص اللي كان متعود إن هو يشتغل في تيم هورتون أو يشتغل في ماكدونالد أو كده، دلوقتي ممكن يكون أحسن له كتير وأسهل له إن يشتغل أمازون ديليفري أو دور داش أو حاجة زي كده. النهاردة الدكتور مفروض يبتدي يجهز نفسه من دلوقتي إن هو يقدر يعمل أونلاين كونسلتنسي، لأن this is a huge risk. النهاردة أنا كنت كان عندنا كونفرنس مع different يعني investment companies وكده، فقال لك إن أمريكا النهاردة في a lot of consultation بتعمل أونلاين، بدأت already وبدأ البيزنس ده يكبر. فقال لك هل أنت متصور إن بعد سنة من دلوقتي، سواء بقى استمر الفيروس او لم يستمر، اكيد بدل ما تنزل وتركب عربيتك وتروح تقابل الدكتور، لا، اذا الموضوع مش مستدعي، you can actually do it online. والكلام ده بنتكلم عليه من قبل، هو اللي حصل ان الكوفيد سرع الموضوع. يعني هو ايه اصل ال 5G تكنولوجي، ال 5G تكنولوجي ان هي very very high speed، ان هتخلي ممكن واحد قاعد هنا في تورونتو جراح يعمل لواحد عملية وهو في دبي مثلا باستخدام الروبوتك. فلازم تكون very high speed، لان هو وهو بيحرك صوابعه لازم يكون شايف real time. فده سرع الموضوع. فنرجع تاني، ايه اللي انا ممكن اعمله، ايه الحاجة الايجابية. الحاجة الايجابية ان انا مبدئيا لازم اشوف ايه، how can I develop myself، ان انا امشي مع العصر دوت. صح. سؤال وصلني على الانترنت، آسف، سؤال وصل من خالد الصليحي، هو يتفرج علينا الآن، يقول مساء الخيرات للجميع، سؤال للضيوف الكرام، متى تتوقعون البدء بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي كخطوة أولى للبدء في الحياة العادية؟ سؤال لكلا الضيفين إذا عندكم الإجابة. من خالد الصليحي، قلنا من 12 ل 39 أسبوع، nobody can tell you. صحيح. إذا كان النهاردة ترودو قال إيه؟ قال it will be weeks
before we consider that. طيب بس يعني برأيي أنا أنه كله بيعتمد على النتائج. نعم أنا برأيي أنه كل شيء بيعتمد على النتائج، شو عم بيحصل كل أسبوع، يعني شو عدد التفشي بازدياد وشو نسبة الازدياد، شو عدد الوفيات بازدياد أو شو نسبة الازدياد، هذا كله بيحدد إمتى وراح يعني يحاولوا يخففوا من الإجراءات الصارمة اللي موجودة هلأ. في شغلة تانية كمان، إذا ما بعرف تذكروا قبل أسبوعين كانوا يتوقعوا أن الوفيات بأمريكا راح تكون بين 150 و200 ألف وفاة، حتوفى اليوم مالهم بيحكوا على حوالي 30-35 ألف حالة وفاة بكل أمريكا، ممكن توصل ل50 ألف. فهم أنا I think أنه كانوا يعني ضربوا بالعالي الأرقام هاي على أساس أنه يخوفوا الناس ويخلوا الناس تلتزم بال بكل اللي كانت الحكومة تحاول إنه تخلي الناس تلتزم ببيوتها على أساس إنه يوقفوا انتشار هذا الوباء. هذا أسلوب الدكاترة. أنا هيك بتوقع إنه كان زادوا الأرقام، يا ممكن يعني أنا بتوقع إنه زادوا الأرقام على أساس إنه الناس تظلها ملتزمة بكل الأوامر وكل المخططات اللي كانت الحكومة لازم تساويها. طبعا في بالتعليقات كتير شفتها لما حكيت عن موضوع المؤامرة، بدو النسوان علي أنا بعتذر منهم، حنعمل حلقة خاصة بين الرجال والنساء، هل هي مؤامرة رجالية ضد النساء أم مؤامرة نسائية ضد الرجال، وإن شاء الله حندعوكم فيها. أنا بس حكيت هيك كنكتة، أنا لا أؤمن بموضوع المؤامرة بشكل عام. موضوع الدفع بالفلوس، يعني في الأستاذ محمد تميمي بيحكي أنه هذه كثير من الشركات طورت أنظمة في التعامل مع الصرافات الآلية بدون لمس شيء من حوالي 12 سنة ولم تفعيلها، لأن الثقافة لم تكن موجودة والحاجة لم تكن ملحة في ذلك الوقت. الآن الأنظمة يتم العمل عليها من فترة من الزمن، وستكون هذه الأنظمة الآن ملحة. صراحة أنا يعني بدي أحكي شغلة، قد يكون تطوير هاي الأنظمة بس مش بس فقط للأوبئة. أنا لما رحت على الصين قبل 5 سنوات في 2015 دخلت على المطار بحاول إني أشتري شغلة لابني، قالوا لي ما في عندهم ما عندهم كاش إنه يرجعوا لي فلوس، كل شيء صار عن طريق آب اسمه ألي باي أو ألي ويتشات، هدول النظامين تعمل سكان لكيو آر كود. طبعا هاي أعتقد إنه المؤسسات الحكومية راح تنبسط عليها، السي آر إيه راح ينبسط عليها، لأنه you can track every penny، ما في صار بلاك ماركت أو يسموها الكاش ماني هذه. فا يس هذه في سؤال مهم للأستاذ ويليام سألنا أكثر من مرة، بالنسبة اللي هي مشاكل التذاكر، شركات الطيران مع التذاكر. الآن في كتير كومبلينز صارت، في كتير مشاكل، هل يسووا ريفاند ما يسووا ريفاند، هل حيعطوا كريدت، فاحكي لنا شوي شو الطريقة اللي عم بتصير الآن في كندا بهذا الموضوع. هلا بتعتمد على الحالة بالذات، يعني المسافر نفسه إذا كان مثلا ماخذ التذكرة رايح جاي، إذا استعملها one way، شغلة الكريدت والريفند راح يكون صعب كتير، لأنه بالعادة إذا أنت بتروح تشتري تذكرة one way، نفرض تورنتو لندن one way حقها 500 أو 600 دولار مع الضرائب، التو ويز تشتريها ب 400 وشوية مع الضرائب، فأنت لما استعملتها one way معناته ما ضل لك إشي على التذكرة، هذا اللي استعمل تذكرته استعملها one way، اللي ما استعملها بالمرة طبعا شركة الطيران، كل شركات الطيران ما راح تعطيك إلا كريدت، إذا أنت تلفنت وسألت بقولوا لك كريدت لون year for future travel، بس إذا أنت if you insist قانونيا لازم يرجعوا لك مصاري، هذه ما في عليها أي شائبة إذا أنت، بس طبعا ما راح يعطوك إياها بالرياحة، أنت بدك يا إما يعني لما بتحكي معاهم يا إما بتسأل تحكي مع سوبرفايزر
او انه بتسال انه ياخذوك على يحولوك للكاستمر ريليشنز او باسنجر ريتنشن. هذول عندهم اثوريتي اكثر من الايجنت اللي على التلفون اللي برد عليك او الايجنت اللي واقف على التشيك ان كاونتر وبتتعامل انت وياه. فانت يعني يو هاف تو اب سكيل يور ديماند، انه اذا انت ما استعملت تذكرتك بالمره القانون معك انه يرجعوا لك اياها. طبعا هم ما راح يحكوا لك اوكي راح نرجع لك المصاري، خاصه اذا اشتريت تذكرتك من الديسكاونت ويب سايتس. يعني اذا اشتريت تذكرتك من برايس لاين ولا من اكسبيديا ولا من مصاريك، مش مع اير كندا، مصاريك لساتها مع الشركه اللي انت عملت الحجز معاها. اير كندا ما بتاخذ مصاريها الا لما انت تسافر، فعلاقتك بدها تكون مع الشركات اللي انت اللي اشتريت التذكره تبعك اونلاين. هاي واحد من المشاكل، الانسان لما ما بيشتري دايركتلي من شركه الطيران بتبطل علاقتك مع شركه الطيران، لانه شركه الطيران لسه ما استلموا مصاريك لانك ما طرت. فاذا طرت يعني انا متاكد تمام باغلب الحالات انه ما ريفند، لانه الون واي اغلى من التو ويز. طب سؤال سريع، 400 بعطوك 200 وبخلوا 200؟ لا سؤال سريع، هل تتوقع انه اسعار التذاكر حتنزل في الفتره الجايه ام حترتفع باولها؟ طبعا لا باولها راح تنزل التذاكر لا يعني لاسعار كتير كتير مشجعه، على اساس انه خاصه لانه الناس خايفه. يعني انا بحكي على التورست باسنجر اللي هو راح يروح لزيارات مش مضطر يسافر، هاي الاسعار راح تكون كتير رخيصه على اساس انه بدهم يشجعوه اللي يسافر. بالنسبه لرجل الاعمال، رجل الاعمال مش فارقه معاه anyways، لانه اصلا الشركه بتدفع التذكره، او بالاحرى انا وياك وغيرنا كلنا بندفع حق التذكره لما بنتعامل مع هاي الشركه، لانه بالنسبه له هاي مصاريف، فما بتفرق معاه اذا دفع 1000 او اذا دفع 10,000 حق التذكره. اما بالنسبه للسائح للمسافر او اللي راجع على بلاده او هاد، انا بتاكد تمام انه راح يكون في اسعار كثير مشجعه على اساس انه يشجعوا قطاع السياحه يتحرك مره ثانيه. بس طبعا ما راح تكون لفتره طويله، راح تكون لفتره قصيره عبين لا يحاولوا، لانه شركات الطيران ما بتشتغل يعني بتخطيط يومي او اسبوعي او شهري، بيشتغلوا سيزونال موسمي. يعني شو الموسم الجاي علينا، بيشتغلوا لست اشهر لقدام، عرفت كيف؟ فهم بدهم يعطوك، بدهم يشوفوا شو اللودز عندهم بعد ست اشهر. اذا بيشوفوا اللودز عندهم بعد ست اشهر نازل، راح يعطوك اسعار كتير كتير لينه واسعار اللي الناس تنبسط فيها. في اكو اسئله عندنا عن التامين، وصلتنا تقريبا من 2 من مشاهدينا نفس السؤال عن التامين. واحد من عائشة الورداني تقول: هل صحيح أن بعض شركات التأمين سترد القسط في حالة عدم استعمال السيارة؟ وأيضا سؤال مشابه من خالد صليح يقول: كيف ستتأثر أسعار التأمين وبالذات تأمين السيارات خلال الأزمة أو بعدها؟ السؤال موجه لكلا الضيفين، من يحب أن يجيب فليتفضل. تفضل. طيب اليوم انا بامن مع شركه التامين اللي انا بامن معاها. اليوم جاني منهم ايميل ان انا يس اي كا اف اي كواليفاي دي ويل ريفند التامين، وفي شروط معينه ان انا ما اكون ما بروحش. انا طبعا بالنسبه لي اي دونت كواليفاي، انا بروح المكتب بتاعي بس بشكل عام. يعني اذا انا شغلي تركت الشغل او بشتغل من البيت او كده و then I have to go into a certain website و I can apply and then they will refund التأمين او حيقللوه او حاجة زي كده. يعني I didn't follow the details. انا لسه قاري الايميل قبل الميتنج بحوالي ساعة او كده. فيس بعض الشركات بدأت فعلا تعمل الموضوع ده. الحاجة التانية شركات بعض شركات التأمين على الحياة
ممكن تتصل بيهم وبيأجل لك القسط، البيمنت بتاعت القسط up to 3 months، بس بعد كده بيأجله، مش بيلغيه، يعني تأمين على الحياة تأمين على الحياة، فبيأجله up to 3 months، وبعد كده في الشهر الرابع بتدفع الأربعة مع بعض، أو بتكلمهم بتعمل payment plan معاهم. فمن الناحيتين ده موجود وده موجود. طيب خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي اللي كنا نعمل عليه الحوار، اللي هو الاستثمار والتخطيط والوضع الاقتصادي. الآن السؤال للسيد محمد عمارة مرة أخرى، كيف يمكن لنا أن نواصل الاستثمار في ظل جائحة كورونا؟ هل هنالك أي من حلول أو مقترحات؟ والتخطيط المالي أيضا، كيف نستطيع أن نخطط بشكل سليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ اوكي طيب، هو خلينا ناخده من السؤال الثاني ونرجع للسؤال الاولاني. التخطيط المالي هو الاصل في التخطيط المالي، انك بتخطط علشان تواجه الظروف الاستثنائيه. فالاصل ان هو ان انت بيكون عندك خطه ماليه، الخطه الماليه ديت لما بتقابلك طوارئ زي اللي احنا فيها النهارده، بتقدر الخطه تواجه الطوارئ دوت او الظرف دوت. فاللي ما عملش خطة أو ما عندوش خطة، المفروض إنه يبتدي يشتغل على خطة من دلوقتي، لأن الحياة بتتغير وممكن الظرف ده يطلع منه كويس، يطلع منه مش بشكل مش كويس، بس الدنيا هتتغير. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، موضوع الاستثمار ده، هو ده الوقت المناسب للاستثمار. يعني احنا خلينا نقول إيه هي استثمار في أي حاجة، أنا بتكلم بشكل عام، يعني ايه هي الاصل في انك تستثمر؟ انك انت بتشتري بسعر قليل وتبيعها بسعر رخيص، بسعر عالي. فاذا بنتكلم على مجال الاستثمار في اللي هو ده مجالي انا، يعني اللي هو الاوراق الماليه، فانت النهارده كنت شاري السهم الفلاني كان سعره 100 دولار، النهارده بقى ب 70 دولار. يعني ده سعر جيد جدا ان الواحد يشتري بيه الحاجه ديت ويصبر عليها شويه لغايه ما تتعافى الامور مره تانية. ان احنا عارفين ان هو هتتعافى، هتتعافى بعد، احنا دلوقتي الكلام اللي احنا بنتكلمه كله، هل هتعافى بعد 6 اشهر ولا بعد شهر ولا بعد سنتين؟ لكن هي it will recover، لان دي الدنيا كده، هي الدنيا عباره عن سايكلز. اللي بيحصل هو مره كل 10 سنين او كل 12 سنه بيحصل دروب زي كده، ولو رجعنا ورا هنلاقي 2008 2009، قبليها كان في الدوت كوم بابل في سنه 2000، قبليها كان في البلاك ماندي سنه 87، ونفضل نرجع كده لغايه العشرينات. فدي الفرصه ان الشخص اللي هو ودي اهم حاجه، ان هو لازم يكون عنده فائض مالي، ودي نقطه مهمه جدا. يعني انت قبل ما تفكر تستثمر لازم يكون عندك مبلغ من يكفي مصاريفك في البيت من 3 ل 6 شهور. ده اللي هو الطوارئ، سواء في وضع كويس او وضع سيء، سواء انت في وضع جائحه زي اللي احنا فيه النهارده، او في وضع الدنيا ماشيه وزي الفل وبتشتغل وكل حاجه والدنيا وردي زي ما بيقولوا، لازم يكون عندك مبلغ على جنب كده لمواجهه الطوارئ من 3 ل 6 شهور، لان الطوارئ ممكن تكون ظرف زي اللي احنا فيه، او ممكن تكون سبت شغلك او عملت حادثه وقاعد في المستشفى، ايا كان الظرف. يعني مع ما يزيد على ذلك هو اللي المفروض تبتدي تستثمره دلوقتي. شكرا. طبعا اللي ما بيعرف، الاستاذ محمد عماره هو مستشار ومخطط مالي او فاينانشال ادفايزرز بالانجليزي، فاللي بيحب يتواصل معاه انا حنحاول نحط الكونتاكت تبعته في الكومنت، ممكن تتواصلوا، اذا ما لقيتوها بالكومنت ممكن تتواصلوا معي. اعتقد هذا the best time is to sit with financial advisors، على القليلة over internet تتكلم معاه، يعطيك نصائح تستفيد منه وتخطط ماليا لما سيحدث، على الاقل تخطيط قريب وتخطيط بعيد، ولا لا استاذ محمد؟ أكيد أكيد، يعني أكيد. That's the right time. خاصة إن كلنا عندنا وقت. صح. Yeah. وللأسف إحنا كتير شغلات ما خططنا لها، ف it's time to do. في سؤال من أمل هارون أنا شايفه سؤال مهم، تقول إنه هنالك خسائر كبيرة بوداع الـ RRSP،
هل تعتقد أنه من الأفضل أن نسحب وديعة الـRRSP قبل أن نخسرها بالكامل؟ دي أسوأ حاجة ممكن أي حد يعملها، وده الريسبي للإفلاس بانكروبسي. غير لو الانفستمنت نفسه اللي جوه الفلوس محطوطة فيه سيء، دي قصة تانية. هنتكلم بشكل عام، لو الانفستمنت انفستمنت جيد، الفاندمنتالز بتاعته كويسة، جاست ليف ات، ما تعملش حاجة خالص. بالعكس، لو معاك فلوس زيادة أو معاك فلوس زيادة، لو الانفستمنت كويس ممكن تشتري أكتر منه. أنا بس عايز أشبه موضوع الانفستمنت والتخطيط المالي كأنك أنت رايح رحلة. أنا هنا في أوكفيل، كأنك رايح من أوكفيل على عندكم على أوتوا. اوكي، فانا الهدف بتاعي ان انا اوصل الرحله دي، اوصل المسافه دي حوالي 400 كيلو او 350 كيلو مش فاكر. وانا راكب العربيه بتاعتي، الانفستمنت هو البنزين اللي انا بستخدمه في العربيه، عشان هدفي في النهايه ان انا اوصل اوتو. اوصل يعني. فانا النهارده طالع من اوكفيل، وعبيت السياره فول تانك، وحاطط البنزين هو دلوقتي بقى 77 سنت. اوكي، وماشي. بعد 100 كيلو لسه البنزين لسه فيه اللطف، العربيه التانك لسه مليان. بس وانا ماشي بعد 100 كيلو لقيت محطه بتبيع بنزين ب 40 سنت. اوكي، اي ويل بي ستوبيد اذا انا ما وقفتش واشتريت كملت ال 10 لتر او ال 15 لتر الزياده دولت، لان انا كده كده هعبي بنزين. صحيح. واخدهم بال 40 سنت. فده اكزاكتلي الانفستمنت، الفكره الـ RSP تحديدا دوت، لان ده دي فلوس تقاعد. فالليس ان الشخص هيتقاعد بعد 6 اشهر او بعد سنه، ودي مشكله اللي هو لازم يكون المستشار المالي بتاعه نصحه ان هو من قبل ما يحصل الازمه يكون عنده جزء كاش جوه الـ RSP. لكن اذا الشخص صغير في السن، فاضل له 10 سنين ولا 5 سنين ولا 20 سنه قبل ما يتقاعد، سيبها يحصل لها الفلوس، سيبها. It will be it will bounce back. It's as simple as that. طب في هون سؤال سريع برضه محمد، اذا ممكن مداخله. تفضل. انا لا ادعي اني مستشار مالي باي قياس يعني، بس عندي خبرة بالستوك ماركت طويلة وماكل كفوف كثير فيها. فنصيحتي للأخت اللي بتسأل على الأفيز إنه تخلي المصاريها موجودة، إيفنتشلي كل شيء يعني راح يتعدل ويرجع للليفل اللي كان عليه. إذا منشوف يعني هي وصلت الحضيض قبل أسبوعين، وبدت من أسبوعين تطلع، يعني كل الأسهم بدت تطلع. إذا كان عندها حسابات في الـ RRSPs أو TFSAs أو Mutual Funds، أي من هاي الحسابات، I think إذا بخلي كل شيء زي ما هو بمكانه، زي ما حكى السيد محمد إنه إذا في فائض مالي إنه يشتروا، طبعاً يشتروا ويعرفوا شو اللي بدهم إياه، شو اللي بدهم يشتروا، لأنه it is a buying time right now. ضروري انه الواحد انه يشتري بس ما يبيع. Definitely ما يبيع ابدا. وكمان بتعتمد بالنسبة لعمر الانسان، يعني زي ما حكى محمد انه اذا الواحد بالعشرينات او الثلاثينات او بداية الاربعينات ممكن يكون شوي aggressive، بس اذا واحد بالستينات وطالع ضروري انه يكون very conservative ويكون عامل مخطط خاص كيف بده يتصرف بمصاري، خاصة إذا كان عنده مصاري في الأسواق المالية. أكيد يعني، شكرا للنصيحة، وأتوقع أنه هذا the wise things. أنا بدي أسأل سؤال أخير للأستاذ ويليام. بين أقل من شهرين ونص لإجازة الصيف، وزي ما حكيت انت كتير من الناس مرتبطة لسه في بلادها، بتحب ترجع أولادها بفترة الصيف على دولها، ايش نصيحتك؟ هل ريبلان؟ هل نتوقف؟ هل ستوب اني بلانينج؟ الموضوع انا عارف مش بايدنا ولا بايدك، لكن انت كنصيحة تعطينا اياها.
أنا اللي بحكيه كله بيعتمد طبعا على الدول المصدرة والدول المستقبلة. يعني هلا كندا إيش راح يصير فيها؟ إذا راح يتفشى الوباء أكثر معناته راح توقف الطيران كومبليتلي. إذا الراكب أو المسافر مسافر نفر على عمان أو دمشق أو بيروت أو اللي هو، إذا هاي المطارات مسكرة والحكومات ما عم ترضى مسافرين جداد كمان مشكلة. أنا بحكي إنه الإنسان يستنى على القليل كمان أسبوعين ثلاثة مشان تتوضح الأمور أكثر. طبعا الآن ما في خوف إنه الواحد ما يلاقي محلات على الطيران، لأنه بالوضع العادي مثلا السنة الماضية لما كان الوضع عادي، هلا شهر 4 مفروض إنه يكون حاجز ومحضر حاله. بس هلا بما انه في عندنا المشكلة الموجودة هلا، ما اظن انه ضروري يتسرع. استنى لك اسبوعين ثلاثة او لاخر الشهر وشوف شو قرارات الحكومات، اول شيء الحكومة الكندية راح تطلعه من هون، او الحكومات المستقبلة راح ترضى تجيب ناس جايين من برا. فهذا كله بيعتمد على شو راح يصير in the next 2 weeks. شكرا جزيلا أستاذ ويليام. الآن كلمة أخيرة أطلب من كل واحد من ضيفي العزيزين يطمئنون بها الجمهور الآن ويهدئون حالة القلق التي لديهم بسبب هذه الظروف الاستثنائية، على سواء على الصعيد المالي أو على الصعيد الشخصي أو على صعيد السياحة والسفر. فأبدأ بالأستاذ محمد عمارة، بماذا تنصح الناس في هذا الوقت وكيف يحافظون على أمنهم المالي في ظل هذه الجائحة؟ زي ما قلت، أول حاجة نحاول دايما نبص للبوزيتيف سايد. إحنا we are very lucky إن إحنا عايشين في كندا، في سبورت كبير جدا من الحكومه ومن الكوميونتي. دي نمره واحد. النمره اتنين، احنا يعني مش لوحدك، كلنا الدنيا كلها، مش كندا ولا امريكا ولا استراليا ولا مصر ولا الهند، كل الدنيا كلها. ف الافضل ان احنا we make the best out of it. نحاول ان احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع الموقف ونستفيد منه باكبر شكل ممكن. اللي معاه فلوس زيادة، وده مرة تانية بقوله، اللي معاه فلوس زيادة it's the right time ان هو يحط الفلوس ويقدر يعمل فيها good money now. الحاجة اللي ما عملش plan it's the right time ان هو يقعد ويعمل لنفسه financial plan، يقعد مع advisor، يقعد مع أسرته ويشوف احنا عايزين نعمل ايه ورايحين فين وجايين منين وعايزين نوصل فين بعد 5 سنين او بعد 10 سنين او لما ربنا يكرمنا ونتقاعد او when this situation is over. فبيزيكلي انا ببص للي بيحصل دوت. احنا كلنا تأثرنا significantly، لكن انا ببص للموضوع دوت ان هي فرصه من ربنا ان احنا to reset، نقعد كده نفكر مع نفسينا وكمان الارض تتنفس، التلوث يقل والدنيا كلها. انا I think it's gonna be much better بعدين. كلام جميل وكلام معقول. I really believe that this is what إن شاء الله يا رب، إن شاء الله روح تفاؤل جميلة، ليش لا، يا ريت كنا نتحلى بيها وكنا نحملها ويانا طول أيامنا. أستاذ ويليام، كلمة أخيرة لجمهورنا اللي يتابعك الآن ويسمعك، ماذا تقول لهم وبماذا ستطمئنهم؟ أولا شكرا كثير على استضافتي على هذا البرنامج، وشكرا للمشاهدين اللي شاهدونا وقعدوا حوالي ساعة ونص معانا. أنا متفائل جدا، أنا إنسان متفائل بطبعي. اللي بحب أحكي أولا نصيحة لجاليتنا، لأنه أنا بعرف إحنا من النوع العاطفي ومن النوع الاجتماعي كثير. أنا عندي 4 أولاد، 3 منهم متجوزين وساكنين بعاد عن البيت. يعني مع أنه إحنا دائما يوميا على اتصال مع الواتساب ولا الفيسبوك ولا الفيس تايم ولا اللي هو،
بس يعني كثير بتمنى انه يجوا لهون واشوفهم وهذا، لكن الحمد لله اهلهم فهمانين للاحفاد ومبتعدين، وانا اللي بطلبه من الجاليه انه نحافظ على النظام، انه نكون مبتعدين ونكون حذرين وما نحاول انه نكون اداه لنشر الوباء، حتى عن محبه، يعني ممكن تكون عن محبه، ممكن تكون عن اجتماعيات زياده. خليك بالبيت، خليك بالبيت، وانا باخذ الكل، خليك بالبيت، اذا بتقدر تضلك بالبيت خليك بالبيت مشان ما اداه لانتشار هذا الوباء. وان شاء الله اذا كلنا تعاوننا جميعا من الجهه تبعتنا للمجتمع ككل، ان شاء الله انه هذه غيمه وبتزول، والجائحه بتزول عنا وبقعد نتذكرها. ولكن انا مطمن تماما انه هالشغله هاي ما راح تضل اكثر من شهر شهرين زياده، وكل راح يرجع طبيعي، مش زي ما كان، راح يرجع طبيعي بس مش زي ما كان، راح يصير في تغييرات كثيره بالنسبه لعاداتنا الاجتماعيه، لعاداتنا الماليه، لعده اشياء. فانا بتمنى السلامه للجميع، وبشكركم مرة ثانية على استضافتي، وإن شاء الله بتحن لي الفرصة أنه في يوم من الأيام أتعرف عليكم شخصيا، أي ساعة تيجوا على تورونتو. أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا، وآمين يا رب إن شاء الله تتحقق كل الأمنيات. جمال، الكلمة الأخيرة لك يا صديقي. طبعا أكيد إحنا ننزل تورونتو نأكل مناسف، يعني الموضوع بنتغدى مناسف، نتعشى كشري، اهلا وسهلا، ملوخيه ملوخيه بالارانب. طبعا انا اول شيء يعني لا يسعني الا ان اشكر اخونا ويليام اللي اعطانا هذا الوقت وخبرته الثمينه في قطاع السياحه والطيران، اخونا محمد عماره الذي دائما هو بحب يساعد الجاليه وموجود دائما لمساعده الجاليه، وبدعو الجميع اللي بيستطيع او بحب يسوي اي فاينانشال ادفايزنج، يحب يسوي اي بلاننج خاصه في الوقت الحرج، انه يتواصل مع الاستاذ محمد واكيد راح يفيده. اشكره جدا على وقته الثمين اللي اعطانا اياه. اشكر صديقي زياد اللي كان مبدع اليوم في اسئلته، وكان محاور جميل زي دائما. طبعا هذا شكر مش مني، ترى شكر من الضيوف كلهم اللي كانوا معنا. بشكركم جزيلا على تشريفنا. بذكركم بلقاء غدا اللي حيكون الساعة 8:30، حيكون معنا ضيف رائع جميل كلنا بنحبه، راح تحبوه معانا، مش هحكي اسمه عشان يكون سوربرايز. ده بكرة الساعة 8:30 مساء حنحكي عن تقوية جهاز المناعة بطرق الغير طبية، يعني مش أدوية وما أدوية وشغلات، حنحكي عن أمور كثيرة، نصائح مهمة جدا لكل من يريد أن يقوي جهاز المناعة خاصة في الوقت الحرج هذا. أجين احنا ما بنحكي انه هذا حيكون العلاج، لانه احنا عارفين انه تقوية جهاز المناعة بده بلانينج زي الفاينانشال بلانينج، بده انك تكون جبار في الامور اللي بتقوم فيها، الرياضة، الاكل. فان شاء الله بكرة تستفيدوا من الموضوع. نتمنى لكم ليلة سعيدة، وبنقول لكم تصبحون على خير. تصبح على خير، مع السلامة. مع السلامة.